في هذه الأثناء تصلنا الرسالة التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومن قلب البيت الراحل صلاح الدين الغمري الصحفي صلاح الدين الغمري. وجاء فيها في هذه البرقية: تلقينا ببالغ التأثر والأسى النبأ المفجع لوفاة فقيدكم العزيز الصحفي المرحوم صلاح الدين الغمري، أحسن الله قبوله إلى جوار ربه مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية لأسرة الفقيد ولكافة أهله وذويه وكافة الأصدقاء ومحبي الفقيد عن أحر التعازي وأصدق المواساة في الرزق الفادح الذي ألم بأسرة قضاء وقدرا، سائلا جلالته إلى الله جل وعلا أن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك: وإذ نشاطركم أحزانكم برحيل إعلامي مقتدر مشهود له بالخلق الرفيع وبالغير الوطني الصادقة، فإننا ندعو العلي القدير أن يشمله بواسع رحمته ومرضاته ويكرم مآبه وأن يجزيها الجزاء الأوفى على ما أزداه لوطنه من جليل الأعمال وما قدم بين يدي ربه من خالص المبرات. كانت هذه الرسالة الملكية التي وجهها لأسرة وعائلة وذوي الفقيد الراحل الإعلامي والصحفي صلاح الدين الغمري، وتليناها أمام على مسامع الأم اللي مكلومة وبقى مسكينة، بقى الله اللي عالم بها. كيفاش لاله غادي نسولك سؤال خفيف وغنمشيو في حالتنا، كيفاش جاتكم هاد صاحب الجلالة وصلوا للخبر ومتأثر معاكم، نبغيو كلمة بهاد المناسبة. أشكر صاحب الجلالة على هذه التعزية، الله يطولنا في عمره يزكينا حياته، إلا ما أعطى وإلا ما أخذ، والله يرحمه. وكنشكركم على كل شيء، كيعزي الأسرة ديالنا وولادنا وأخواتنا وكل شيء كيعزي. تشكر صاحب الجلالة والله يطولنا في عمره ويزكينا حياته، لينا والوليدات ويخلينا وعاش الملك ويخلي الأسرة الملكية.